خلينا نروح لخبر ثاني. تكلمنا عن الشكاوى حول دراجات توصيل الطلبات وتأثيرهم على السلامة العامة لسالكي الطرق. وفق هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للنقل على أنها وقفت منح تراخيص للدراجات النارية لتوصيل الطلبات لحد ما يصدرون لائحة جديدة. وهذا صراحة نحتاج، أحس أنهم يعني قتاليين في الشوارع، يعني تخافين منهم. أنا دائما يعني لما يكونون قريبين جنبي، لأنه ما أعرف هل هو يكون خايف من الطريق مع الزحمة والسرعة وكذا، أو وش يصير. فمشكلة صراحة.